مساء الخير. شباط كل ساعة برأيي، هيك بيقول المثل الشعبي. شباط طول عمره معروف بطقسه المتقلب، يوم شتي ويوم شمس، وقد ما تبرق وترعد بيمرق بشباط أيام دفة مثل هالكم يوم يلي عم يمرقوا علينا، ويلي رح ترتفع الحرارة فيهم لأكثر من معدلاتها السنوية. بالعودة لطقسنا، طقس شتوي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة أعلى من معدلاتها السنوية، الرطوبة عادية، البحر متوسط الموج وحرارة 117 درجة. اللي طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. وهلا نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 14 وبلبقى 5 على المرتفعات 7 و0 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل بكرة ببعض المناطق اللبنانية، ومنبدأ تحديدا من لبيات 17، جبل محسن 22، رشانة 22، ومن بعدها فيردان 23، دير القمر 21، مغدوشي 23، معركة 23، تبدين 19، ومن بعدها بننتقل لمشغرة 19، لبوي 17، وأخيرا جباب 18 درجة. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 50 و65 بالمية، حرارة سطح المي 17 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون ضعيفة. أما كيف رح يكون طقس الليلة واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. الليلة بتوصل ل 13 وبكرة من 14 و23 درجة، ونهار الثلاثة بتتراوح بين 14 و23 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ من أبو ظبي 23، دمشق 22، بغداد 23، وتونس 18، وأخيرا لندن 7. وهيدا كان جونا. أما هلأ بترككم تابعوا آخر أخبارنا.